أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم معنا، وهذه الحلقة من أهل بلد. أعزائي المشاهدين ومن داخل قرية السوسي، سعدنا أن يكون لنا هذا اللقاء بالأستاذ الحسين أحمد شبيب. أهلا بك يا فندم. الله يعزك يا باشا، شرفت والله، شرفت في بلدكم. أستاذ حسين، عايزين نتكلم عن أهم العادات والتقاليد التي تميز قرية السوسي عن القرى المجاورة لها. والله قرية السوسي من القرى اللي هي يعني بتتميز بنسبة عالية من الأمن والأمان. يعني وبعد كده بالنسبة للعادات اللي فيها او النشاط اللي فيها بيبقى معظمه يعني ايه 80% زراعي. جميل. يعني ما بعد كده طبعا الشباب هنا يعني ايه في اللي ماشي في البلاد عشان يعني ايه يدور على معايشه. جميل. وعلى اساس ان جميل. يعني مش استاذ حسين، الشباب النهارده بيترك القريه وبيسافر بره، سواء بيسافر للمدن الساحليه او نعم. بيسافر للخليج. درجه ليه؟ هل الرقعه الزراعيه مش متستوعب الشباب؟ لا، وهقول لحضرتك يعني هو حاليا بالنسبه للانتاج الزراعي ما ياكلش عيش. جميل. وطبعا خاصه انه هو دلوقتي يعني المكلفات بالنسبه له كاسمده وكمبيدات وكمكلف. جميل. وفي نفس الوقت الانتاجيه ضعفت. بس معروف ان قريه السوس هي من القرى يعني اللي عندها يعني نقول حي زراعي كبير. ايوه نعم. ملكيه الفرد كبيره ملكية. عن جميع افراد الملكيه. سيادتك دلوقتي اولا في نسبه بسيطه من الاسمده. جميل. نمره 2 الاوبئه زادت بالنسبه للحشرات واللي هي بتبيد الزرع يعني. جميل. وطبعا الانتاجيه بتبقى ضعيفه غير الاول. جميل. والارض طبعا من وقت ما جاءت حكايه مياه الري اللي هو الدائم. جميل. طبعا الارض يعني تعبت على طول، بتزرع على طول، فالقدره الانتاجيه بتاعتها ضعفت. جميل. بس فطبعا الشباب هيقعد يعمل ايه هنا؟ ما ملوش يعني طبعا ده بيروح الدول الخليج او يروح الدول الساحليه على اساس انه هو يكون نفسه. جميل. او يعرف انه يعمل حاجه يتزوج بيها. بس كلمت حضرتك عن مقررات الاسمده، هل مقررات الاسمده هنا بالنسبه للفدان كافيه؟ لا، هو تقدر تقول انها معدومه. يعني هم بيجي لما يجي. نعم. لما يجي بيبقوا 3 شوايه للفدان، حتعمل له ايه؟ ثلاثه ده لما يجي. لما يجي هو ممكن القمح ياخد كم؟ ازاي يعني ياخد؟ يعني ياخد كم شوال سماد او ملح؟ سيادتك بياخد الضعف، يعني ممكن انا ياخد 6. طب انا باخد 3 وبشتري 3 سكسوده؟ ايوه طبعا. ما هضطر اعمل ايه؟ اسمده يعني قد تكون معدومه، يعني ما بتيجي كل حين وحين. جميل. وبعدين كمان زائد انه بيبقى في مشقه كبيره جدا في الصرف. مشقه؟ يعني مره يقول لك روح البحري، مره يقول لك روح نقاده، مره تضيفوا على التعاون الزراعي، مره يقول لك لا ده خدته شركه. استاذ حسين، التطوير ده
راجع في مصلحة الفلاح أو مصلحة المزارع اللي هو بحيث تحويله من بنك من بنك التنمية من بنك الزراعي هو لما يكون جهة للتعاونيات للشركات. هل في عملية تسهيل ولا هي في عملية تصعيب للمزارع؟ لا هو لما يكون في جهة ثابتة يبقى المزارع عارف مكانه فين. يعني انت من وجهه نظرك كراجل من كبار المزارعين هنا في سوز، هل بالنسبه لك التعامل افضل ام التعامل مع التعاونيات ام التعامل مع الشركات؟ لا هو يعني التعامل مع لان بيبقى العمليه منتظمه وفي يعني الموظفين انهم بيسهلوا في مواضيع الصرف. هل المشرف الزراعي او مسؤول المكافحه بمديريه الزراعه بيتابع اولا باول مع المزارع؟ والله وحضرتك هو دلوقتي حصل تقلص في الموظفين خالص. حاليا الجمعيه الزراعيه في البحر جموله فيها واحد بس، كان الاول الجمعيه فيها موظف واحد، الموظف هو المدير. ما صعب يا حسين صعب لما هو مدير على نفسه يعمل ايه الراجل؟ هو اللي يقوم بعمليه الحصر وعمليه التوزيع كل حاجه كل حاجه. فطبعا يعني برضه فيها صعوبه بالنسبه له. الراجل هيحصر كام ولا كام ويشتغل ايه ويعمل ايه؟ ده راجل مدير وكان معاه قبل كده 39 مشرف. جميل. كلهم اخواننا يعني طلعوا معاشات. 39 مشرف كان كل واحد في حوض من الاحواض؟ لا ممكن ياخد حوض اثنين حسب التكليف. طب دلوقتي المزارع لو هو بيمر في الزراعه بتاعته وجد بعض الافات اللي بتصيب المحصول بيتواصل مع الزراعه ازاي؟ دلوقتي الزراعه عارف ان الزراعه فشل لغير المدير. هو بيتواصل انه دلوقتي حضرتك المحلات اللي بتبيع المبيدات بيبقى عارف كل حاجة. جميل. يعني المبيد ده خاص بالإصابة الفلانية بس بتعمل. انت حضرتك يعني من المتعلمين داخل القرية، هل التعامل يعني مع بائع المبيدات هل ده تعامل آمن؟ هو مرة بس كانت جات إصابة للقصب. تمام. من كم سنة كده الحشرة القصرية وهو كانت تولت الحكومة بالمقاومة بتاعتها. لكن غير كده المواطن هو بنفسه اللي بيشتري وبيقاوم بنفسه. طب دايما الانسان هو لما بيجدد حيازه او بيورد اي شيء في جنيه بيحصله اللي هو لتحسين التربه، هل بيستفيد المزارع بجهاز تحسين التربه؟ يعني هل بيجي يعني نقول جرار بيعمل عمليه تفجير للتربه؟ هو شوف هقول لحضرتك حاجه، الاول لما بدات يعني في بدايه زراعات القصب كان في بيجيبوا لتحسين التربه، انما بعد كده الكلام ده يمكن من حوالي 12 13 سنه ما فيش. المواطن بيحسن بنفسه. تمام. تمام. يعني لو رحت انت لقسم الميكنه وطلبت جرار لتحسين التربه هل بيجي معاك ولا؟ هو الاول كان يقول لك لازم يبقى في تجميعه اقل حاجه 5 أفدنة. لازم التجميع. انما حاليا النهارده في تفتت الجرارات وانا النهارده في تفتت الملكيه ما فيش 5 أفدنة. في جرارات خاصه. نعم. يعني هو اللي بيعمل تسويه، ده بيعمل تسويه مش تحسين. جميل. تسويه بالليزر. تسويه بالليزر. حسين اتكلمت عن المحصول الاستراتيجي الهام والمحصول الاول بالنسبه لقريه صوص هو قصب السكر. البحر ككل البحر. جميل. بالنسبه لعمليه النقل في العقد المبرم بين المزارع وبين مصنع السكر في يتحمل المصنع تكلفه النقل، هل المصنع بيتحمل تكلفه النقل ولا يتم نقل المحصول على حساب المزارع؟
لا هو إن كان المصنع بيدي يعني أجر للنقل فهو يعني أجر رمزي خالص يعني رمزي لا يذكر، لكن طبعا التكلفة بيتحملها المزارع. جميل. بيدي مثلا وكل صاحب جرار بيبقى هو اللي بيقدر بنفسه، أنا باخذ 70 جنيه عن الطن، باخذ 80 جنيه عن الطن وهكذا. المزارع عن النقل بس؟ عن النقل بس ياخذ 70 جنيه. ده هو لما يكون ايه يعني معتدل. معتدل ياخذ 70 جنيه. صاحب جرار معتدل ياخذ 70، لكن لا في ناس النقل على 80. النقل التحميل للطن الواحد. يعني الجرار ممكن يكون 5 طن. لا ده بياخد لمؤاخذة مقطورتين، المقطورتين ممكن يجيبوا 12 طن، 13، 15، 10، هم وظروفهم. لكل طن 80 جنيه. جميل. في اللي بياخد 70. اما المصنع الله اعلم هو بيدي كام، مش عارف كان يدي باربع جنيه او حاجه زي كده في العهد الماضي، حاليا كام الله اعلم. هنا في غرب النيل ما فيش خطوط دوكوفيل اللي هي بتاعه القدرات؟ لا ما فيش لا عندنا كله جرارات زراعيه بتقول لك كمان الكوبري سهل يعني النقل. هل في مراقبه بين المزارع او الجمعيه الزراعيه مع مصنع قصب السكر في عمليه التسليم او عمليه وزن محصول قصب السكر؟ لا والله المراقبه دي يعني ايه من الله سبحانه وتعالى. هو الرقيب على الكلام ده، انما غير كده يعني عمليه الوزن دي ترجع للضمير اللي هم للجنه اللي بتوزن. جميل. يعني ممكن واحد يقول لك انا مقدر النقله بتاعتي دي 5 طن، يروح يجي له الكشف لدول 4 طن. والله هو طبعا سيادتك يعني ممكن القصب يعني بيبقى من يعني بالبلد كده مش مصمت. جميل. المصمت بيوزن صحيح، اما اللي هو غير مصمت بيبقى ممكن المقطوره تبقى مشونه وحجب كذا ومش عارف ايه وما تجيبش. طبعا ما فيش الضرب بالسيف زي زمان. لا ما فيش دلوقتي اللي هو التسطير. التسطير لا ما فيش دلوقتي حاليا. ما فيش كباش وخلاص. لا كباش وتمام عليك. حسيني دايما بتروح تلاقي نسبة مخصومة من المحصول قصب السكر عندك، بيسميها دي اللي هو ايه؟ بيسميها شوائب. ايوه نعم. كيف يتم تقدير نسبة الشوائب من وجهة نظرك؟ والله هو طبعا ايه يعني دي بترجع ليهم هم، ان كان حيلاقي له شوية ورق من بره على في العيدان بيحسب شوائب. يا دايما المزارع يقول لك انا المقطوره بتاعتي ما فيهاش غير 5 كيلو شوائب، بس جايب لي 300 كيلو شوائب. ولا والله هو شوف هقول لحضرتك حاجه، انا يعني الرقيب هو الله سبحانه وتعالى. جميل. عن عمل كل واحد. جميل. انما حاليا يعني ربنا يصلح الحال. ما فيش مزارع من المزارعين يقول لا انا هروح اشهد الميزان اشوف الوزن بتاعي الحقيقي كام، اوزن وانا معبي واوزن وانا فاضي. لحضرتك كان زمان اول ما بدا القصب كان في شاحنات اللي هي التريلات. جميل. التريلات قبل ما المصنع يجيب العباره بتاعته والكلام ده، فكانت الناس تطلع القصب من الارض وتشونه على الطرق وتيجي الشاحنات. جميل. ففي احد المزارعين يعني ده من بعيد يعني من بعيد من عندنا من هنا، الراجل راح وزن العربيه بتاعته. جميل. لقيها عدد من الاطنان كذا. جميل. راح يوزنها في المصنع ولقيها طبعا قلت جامد. عمل له مشكله في المصنع هناك كده في تلاعب في الموازين. فالمهم يعني حتى المحافظه منعت ان يعني تاني حد يوزن في على الميزان بتاعها.
ده الكلام ده زمان يعني من حوالي 15 او 20 سنه. جميل. دلوقتي بيطلع الجرار مباشره على المصنع. اه. والمصنع هو يعني حسب ما يعني مراقبه ربنا. أعزائي المشاهدين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، على وعد باللقاء في حلقة أخرى من أهل بلدي. شكرا لكم وإلى اللقاء.